متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارت الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن امرأة نافذة في عصر السلطان إبراهيم الأول، وهي شكربارة المسؤولة على الخزينة. قبل أن نواصل، ندعوكم إذا كنتم تشاهدوننا لأول مرة إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق فيه اقتراحك. بدأت شكربارة حياتها المهنية في حريم السلطان إبراهيم الأول، واشتهرت بصفتها خزنة أستا، أي أمينة الخزانة في الحريم الإمبراطوري. كانت في البداية تابعة للسلطانة كوسم، وكانت خاضعة تماما لنفوذها، إلا أن علاقتهما توترت بعدما تعملق نفوذ شكربارة التي أصبح لها تأثير كبير في الحريم، واستطاعت أن تجمع ثروة هائلة من خلال الرشوة. وفي سنة 1647 تزوجت شكربارة من الوزير الأعظم كارا مصطفى باشا، وطبعا فلقد لعبت دورا مهما في حياته المهنية، حيث ترقى في المناصب بفضل مساعدة شكربارة له. أصبح أولا آغا انكشاري وزير، ثم شغل منصب مراقب الشؤون المالية، ليصل في الأخير إلى منصب الوزير الأعظم. وطبعا فلقد تمتعت شكربارة بغنيمتها معه. وعندما صرف السلطان إبراهيم الأول مداخيل مصر على زوجته ومفضلاته، أغدق أيضا على شكربارة بأموال طائلة، كما تم شراء منزل خاص لها. يروى أنها امتلكت 16 صندوقا من المجوهرات، وكانت على علاقة جيدة جدا مع النساء المتنفذات ومع زوجات حكام الولايات. وفي أوائل سنة 1648 أنشأت شكربارة نافورة في إسطنبول، وأمرت ببناء ضريحها الخاص في منطقة أيوب، إلا أنه ظل فارغا بعد ذلك، حيث تم نفي شكربارة إلى جزيرة خيوس أو إلى مصر سنة 1648. وهكذا انسحبت هذه المرأة التي كانت تتمتع بقوة كبرى في الحريم من التاريخ العثماني نهائيا. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.